داريم بربر اللي بتنضم لنا مباشرة على الهواء من دبي عبر السكايب. مساء الخير دارين، شو اللي ساعدك لتقدر تكوني بهيدي القوة؟ ليك زمان هو مش يعني مش انه انا نمت وعيت ولقيت حالي قوية، يعني هي مراحل مرقت فيها. لقيت بالحياة انه القوة ما بتجي بس من الاشخاص، القوة بتجي من جواتنا. شفناك بالفيديو كل الوقت اجريك مبينة، هل كمان كل الوقت بتكوني مبينتيها او فيك يعني تعيشي حياتك من دون هالموقف المستمر؟ لا انا على طول كاشفه ازري زمان، لانه بحسها هيدي مثل كانه امضاء لإلي، انه هيدي انا.